باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، ستجدوا راحة في نفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. دعوة سماوية من رب المجد شخصيا لكل واحد فينا النهاردة. مسيحنا بيدعونا في هذه الليلة المباركة وبيقول لنا احملوا نيري عليكم. النير هو الخشبة اللي بتتحط حوالين رقبة الحيوانات اللي بتجر الآلات الزراعية زي المحرات مثلا، وحمل النير معناه الاتضاع واحتمال الألام من أجل اسم المسيح. كتير بتمر علينا ضيقات وألام، لكن للأسف مش بنتحمل وبنتذمر ونقول ليه يا رب عملت كده، مع اننا عارفين ان ربنا ما وعدش ان هتكون في راحة في العالم، لكن قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا انا قد غلبت العالم. يعني مسيحنا فهمنا وسبق وقال لنا علشان ما نستغربش، لكن مع كل ده قال لنا ثقوا انا قد غلبت العالم. يعني لما تتكل عليه وتلجأ ليه مهما كانت مشاكلك وضيقاتك، هو هيديك القدرة، هو هيديك احتمال، هو هيديك صبر وتعزية، ويحل كل المشاكل والضيقات مهما طال الوقت. وثقوا وتأكدوا ان لكل تجربة نهاية مهما طال الزمن. علشان كده بيقول لنا لان نيري هين وحملي خفيف، علشان هو بيشيل النير معانا. لكن احنا ليه احيانا بنتعب جدا ونفقد رجائنا؟ لأننا عايزين نشيل النير لوحدينا، عايزين نتحمل الألام بقدرتنا البشرية الضعيفة المحدودة. ده مسيحنا قال بدوني لن تقدروا أن تفعلوا شيئا، وبولس الرسول يقول لأن به نحيا ونتحرك ونوجد. ازاي بقى بعد ده كله ما نرميش همنا عليه؟ وازاي ما نتكلش عليه ونحط كل امورنا بين ايديه؟ ياريت ما نحاولش نشيل النير بمجهوداتنا الذاتية والذهنية. ده في ناس من كتر التفكير ممكن تصاب بالجنون والمخ يضيع. ليه كده؟ ليه بنحاول نشيل الحمل لوحدنا واحنا ولاد رب الأرباب وملك الملوك اللي قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم؟ هو ليه مسيحنا بيقول يا ثقيل الأحمال؟ ما هو ليه مسيحنا بيقول يا ثقيل الأحمال؟ علشان احنا طول ما احنا مش بنلقي على إلهنا كل همومنا وأتعبنا، بيفضل الحمل يتقل لغاية لما نئن ونتوجع ونقول له يا رب الحقنا وارحمنا، شيل عننا همومنا وأوجعنا. لكن مع ده كله مسيحنا بيقول وأنا أريحكم. داود النبي بيقول في المزمور عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي، تعزياتك تلذذ نفسي.
يعني مهما كترت دقتنا ومهما حوطتنا المحن والشدائد من كل ناحية، مسيحنا مش ممكن هيسيبنا، مسيحنا مش ممكن يتخلى عن أولاده أبدا. لكن احنا دورنا ان احنا نحتمي فيه، لأنه هو الملجأ، هو الملجأ والحصن المنيع. داود النبي بيقول في المزمور 18: الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي صخرتي به أحتمي، ترسي وقرن خلاصي وملجئي. علشان كده مسيحنا بيقول: نيري هين وحملي خفيف، علشان هو بيشيله معانا مش بيسيبنا لوحدنا. إشعياء النبي بيقول: لكن أحزننا حملها وأوجعنا تحملها. اوعى تفكروا ان ربنا سيبنا او مش حاسس بينا، ده الرب يقاتل عنا ونحن صامتون، الرب يقاتل عنا ونحن نصمتون. ياريت نتعلم من رب المجد يسوع اللي قال: تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة في نفوسكم. الانسان المتواضع دايما حاطت كل حياته في ايد ربنا، اما الانسان المتكبر دايما متكل على نفسه وعلى تفكيره وذكائه، دايما يتكل على مركزه وعلى سلطته ومعارفه ووصايته. احيانا كده نسأل واحد بتاع ربنا ونقول له: انت مين عينك في الشغلانة دي؟ مين كان وسطتك؟ يرد ويقول لنا: انا وسطتي ربنا. هو ده الانسان اللي بيتكل على ربنا، حتى لو ربنا خلى ناس تساعده لكن اتكاله الاساسي على ربنا. ربنا يعمل ايه؟ ده شيء بتاعه هو، انا ماليش دخل فيه. ده ربنا بيعلن ذاته للإنسان المتواضع، ودايما الإنسان المتواضع يكون محبوب من الكل، وتلاقي ربنا دايما معاه ما يسيبوش أبدا. علشان كده رب المجد يسوع بيقول: أحمدك أيها الآب رب السماوات والأرض، لأنك أغفلت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. الحكماء والفهماء دول هم الناس المتكبرين اللي شايفين نفسهم، والإنسان المتكبر دايما تلاقيه يشكر في نفسه ويمدح في نفسه ويحب الناس دايما تشكره وتعظمه. أما الأطفال المقصود بيهم الناس المتواضعين، والإنسان المتواضع تلاقيه دايما يدي المجد لربنا، ويبقى مش عايز الناس تشكره هو أو تمدحه هو، لكن يبقى شوق قلبه إن كل الناس تمجد ربنا وتسبح له وتشكر له. ده يوحنا المعمدان اللي قال عنه المسيح إنه أعظم مواليد النساء، قال على الرب يسوع: ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص، ينبغي أن ذاك يزيد وأنا أنقص. ودايما تلاقي الإنسان المتواضع بيتكل على ربنا من كل قلبه وعلى فهمه لا يعتمد. علشان كده ربنا بيقول: أغفلت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. يعني ربنا دايما يعلن ذاته للإنسان البسيط، الإنسان المتواضع. أختم كلامي بالأمر الإلهي اللي كله محبة وكله حنان: احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب ستجدوا راحة لنفوسكم. ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.